السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه المراجعة التقنية لينوفو ميكس 2، آخر ما أنتجت لينوفو فيما يخص الحواسيب اللوحية. هذه علبة الجهاز كما تشاهدون معي، وفي داخل العلبة هناك تحفة فنية رائعة جدا من شركة لينوفو كما ستتابعون معي. طبعا هذا الحاسوب اللوحي أخذته من أو حصلت عليه من شركة تايني ديل، يمكنكم طبعا على الرابط أسفله لمن يود يعني تقرب أكثر من هذا الجهاز، أو كذلك من طريقة أو من يرغب في شرائه بطبيعة الحال. يعني هذه الورقة ورقة الضمان، هذا هو الجهاز اللوحي الذي سنرجع إليه بعد قليل. طبعا العلبة تتوفر على شاحن، طبعا الشاحن أمريكي، لكن على العموم لدينا طبعا الكيبل USB، ويوجد كذلك هنا ترى الأدابتر من يعني للشاحن، وهنا كتب لمن يريد أن يقرأ الكتب، فكتب على العموم ليس لنا غرض بكل هذا. ننظر مباشرة للحاسوب اللوحي من لينوفو. إذا هذا هو لينوفو ميكس 2، نقوم ب هذا هو الحاسوب اللوحي. ولا لا تشاهدونني اوكي، ساحاول الا طبعا سارتدي شيئا ثم اعود. اذا كما تشاهدون معي هذه هي لينوفو ميكس 2، واللينوفو ميكس 2 تتمتع بشاشه سعتها 11.6 بوصه. اما بالنسبه لدقه هذه الشاشه فهي عباره عن 1920 على 1080، غير ذلك فنوع هذه الشاشه عباره عن IPS كاباسيتيف، مما يوفر لك اولا كما يعني كتجربه شخصيه مع هذه التابلت يعني جوده الالوان هي رائعه جدا، سواء في تصفح الفيديوهات سواء في تصفح الصور كذلك. طبعا هذه اللينوفو كذلك او هذا التابلت يعني تاتينا كذلك ب يعني صوت ستيريو، فيكفي انها تتوفر على مخرجي صوت كما تشاهدون معي على الشاشه، ف كما تشاهدون مخرجي صوت. غير ذلك فبالنسبة لشكلها العام فهو أنيق جدا كما تشاهدون معي، فهي نوعا ما رقيقة إذا ما صح التعبير، رقيقة وأنيقة. كما تشاهدون فهي تابلت رائعة ورائعة جدا. غير ذلك فبالنسبة للمداخل والمخارج في الميكس تاب أو عفوا الميكس 2 من شركة لينوفو، فأولا لدينا مدخل USB، هذا المدخل يستخدم كذلك في شحن اللينوفو، كذلك لدينا مخرج صوتي، لدينا كذلك مخرج HDMI ميني HDMI، يمكنك من خلال ربط التلف أو ربط التابلت مع التلفاز. ونشاهد هنا يعني مكان إدخال كروت الميموري كارد للإشارة، فالميني اس دي كارد في هذه التابلت يستحمل إلى حدود 250 تيرا من البيانات، يعني إذا كانت عندك ميني اس دي كارد 250 تيرا يمكنك أن أو يمكن لهذه التابلت أن تدعمها. غير ذلك فطبعا هنا زر وإيقاف تشغيل التابلت. طبعا التابلت كذلك تأتي بكاميرتين، كاميرا أمامية وكاميرا خلفية. بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي 2 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فهي 5 ميجا بيكسل. بالنسبة للبروسيسور في هذه التابلت فهو عبارة عن كور E3، كور E3 بتردد 1.5 جيجا هرتز، وطبعا بالنسبة للرام فهي عبارة عن يعني عن 4 جيجا DDR3. طبعا التابلت كذلك فهي تأتي بكارت شاشة يعني انتل
جي ام اي اتش دي 4200، وغير ذلك فهي تتوفر كذلك على واي فاي، تتوفر على جي بي اس، ولكن للاسف فهي لا تتوفر على 3G، ما يجعلك يعني مضطرا لاستخدام مفتاح 3G مع التابلت. بالنسبه لنظام تشغيل التابلت فهي تاتي باصدار ويندوز 8، ويمكنك تحديثه الى اصدار 8.1. طبعا ويندوز 8 وليس ويندوز 8 ار تي، مما يجعلك تستطيع ان تشغل برامجك يعني كيفما كانت، سواء الفوتوشوب او غير ذلك من البرامج المعقده والتي تحتاج طبعا الى بروسيسور قوي. بالنسبة للتاتش سكرين في هذه التابلت فهو جيد جدا، يعني سريع التفاعل، وبهذا يمكنك تصفح التابلت بشكل سريع جدا. وكما تلاحظون يعني الدقة في يعني دقة التاتش سكرين في هذا التابلت، يكفي ان مثلا كما تشاهدون يعني زر الايقاف في جوجل كروم صغير جدا، ولكن النقر بق يذهب، يعني جودة التاتش سكرين في هذا التابلت جيدة وجيدة جدا. طبعا كذلك فالتابلت اذا استطعت ان تحصل على يعني الكيبورد الخاص بها والذي يعني يمكن ان تضعه عليها، فستكون بذلك استطعت ان تحصل على حاسوب متكامل، لان هذا التابلت او الكيبورد التي تضع عليها التابلت تسهل عليك الحياه بشكل كبير، فيمكنك تصفح التابلت كما لو كنت تتصفح حاسوب حقيقي، وتنتقل من الحاسوب اللوحي الى الحاسوب المحمول بواسطه هذه الكيبورد. طبعا للاسف فلم استطع ان احصل على هذه الكيبورد مع التابلت، ولكن على العموم ف تبقى لينوفو ميكس 2 من احسن يعني التابلت التي استخدمتها الى حدود الساعة. اذا كانت هذه مراجعاتي لينوفو ميكس 2، اتمنى من القلب ان تكون قد اعجبتكم. غير ذلك اضرب لكم موعد ان شاء الله في الحلقة المقبلة باذن الله. فلا تنسوا النقر على زر لايك ووضع تعليق، وكذلك النقر على زر سبسكرايب للانضمام الى ازيد من 500,000 على قناتنا في اليوتيوب. غير ذلك يمكنكم كذلك الالتحاق بقناتنا على او عفوا صفحتنا في فيسبوك facebook.com/history.professional، ازيد من 1,000,000 معجب، او كذلك الالتحاق بمدونتنا مدونة محترف على www.history.professional.com، مزيد من الأخبار والمواضيع التقنية في كافة المجالات. إلى اللقاء.